أهلا بكم في حديث العمر. ضيفنا لهذه الليلة المفكر السعودي الدكتور تركي الحمد. أهلا بك يا دكتور. على حياك. استقبل خبر وفاة الأمير سعود الفيصل وهو يعني جزء من ذاكرة الدولة السياسية، كيف ترى يعني كيف استقبلت هذا الخبر؟ الصراحة رحمه الله غفر له ذنبه أسكنه فسيح جناته. الأمير سعود الفيصل أنا باعتقادي يشكل مؤسسة وليس مجرد شخص، يعني 40 عام من العمل الدبلوماسي بالإضافة إلى أنه امتداد لمدرسة والده الملك فيصل رحمه الله الجميع الدبلوماسية، بمعنى فقدانه هو فقدان كنز، فعلا كنز من المعلومات من الخبرة من القدرة أشياء كثيرة فعلا، لكن أنا باعتقادي أنه ترك بصمة، وبالتالي يعني الخبرة التي تركها وبصمته في وزارة الخارجية والسياسة الخارجية السعودية أعتقد أنها ستستمر حتى بعد وفاة الأمير عليه ألف رحمة إن شاء الله. تعتقد من الصعب من فراغ الأمير سعود الفيصل؟ طبعا هو من الصعب، يعني من الصعب، يعني رجل كسعود الفيصل بخبرته وكاريزميته وقدرته على العمل الدبلوماسي طبعا من الصعب تعويضه، لكن أنا كما قلت هو مؤسسة، والمؤسسة دائما تترك بصمتها ودائما تترك ما يسار عليه بعدها، فبالتالي أنا أعتقد أن السياسة الخارجية السعودية راح تستمر على ذات النهج، خاصة أن هذا النهج يعني هو نابع من استراتيجية شاملة وليس مجرد مجهودات فردية. يعني ما تعتقد أنه بخروج الأمير سعود الفيصل يعني من الوزارة قبل وفاته أنه فيه فكر لتغيير السياسة الخارجية السعودية؟ يعني فيك تحليلات كثير أنه فيه انفتاح أكثر على بعض التيارات الإسلامية وفي تغير؟ لا، أشوف، أنا أقول لك ترى السياسة الخارجية لأي دولة وحتى السياسة الداخلية لا تنضم إلى هذا الفريق وذاك الفريق، دائما تكون مصلحة الدولة هي الأساس، مصلحة الدولة هي الأعلى. هناك البعض يعتقدون أنهم يستطيعون تجيير الدولة لصالحهم، هذا الفريق أو ذاك الفريق، ولكن هذا غير صحيح. في شيء اسمه منطق الدولة، منطق الدولة يطغى على أي منطق، فعندما تتكلم عن السياسة الخارجية أو السياسة الداخلية منطق الدولة الذي يقوم على ركن أساسي وهو مصلحة الدولة، والذي هو في المقام الأول الأمن والاستقرار والازدهار، هذه محركات منطق الدولة. في هذه الحالة أنا أعتقد أنه لن يكون هناك تغيير كبير، ليس المسألة مسألة الانحياز لهذه الأيديولوجيا أو تلك، هذا الفريق أو ذاك، ولكن في النهاية مصلحة الدولة هي التي تفرض نفسها. يعني تعتقد أن السياسة حتى مع تغير يعني وجود الملك سلمان خلف الملك عبد الله، يعني هل تعتقد أنه في تغيير الفكر السياسي أو أنه التغيير لضرورات المرحلة؟ يعني هو تغيير، خلنا أقول لك، هو تغيير في التكتيك وليس في الاستراتيجية. يعني لا تنسى الملك سلمان، عندما نقول الملك سلمان جاء، احنا لا نعيش في دولة انقلابات، يعني لا نعيش في أنه في حصل انقلاب عسكري أو انقلاب بأي شكل من الأشكال بحيث أنه هذا الفريق يلغي ذاك الفريق، القضية ليست بهذا الشكل. نحن نعيش في نظام مؤسسي، وأكبر مؤسسة في هذه الدولة هي الأسرة الحاكمة. يعني الأسرة الحاكمة ليست مجرد عائلة، هي عبارة عن مؤسسة سياسية تاريخية تمتد لما يقارب الثلاثة قرون، بكل الخبرات بكل التجارب بكل العثرات بكل الانتصارات بكل الانهزامات. فبالتالي عندما تتكلم عن أسرة مالكة سواء في المملكة أو غير المملكة بطبيعة الحال، لكن أنا أتكلم عن المملكة، أنت تتكلم عن مؤسسة سياسية لا استمرارية معينة، يأتي هذا الملك، يموت هذا الملك، يأتي ذاك الملك الجديد، لا يلغي ما قبله، قد تكون له سياسات مختلفة تفاصيل مختلفة، ولكن الإطار العام الاستراتيجية العامة لا تتغير. فالذين يعني راهنوا على أساس أن الملك سلمان سيكون نقيض للملك عبد الله، أنا أعتقد هذا تفكير سقيم، لأن الملك سلمان هو امتداد لعبد الله، وعبد الله امتداد لفهد، وفهد امتداد لخالد، وخالد لفيصل، وهكذا حتى نصل إلى الملك المؤسس عليهم رحمة الله أجمعين. يعني الملكية ثابتة، لكن فكر الملكية ثابت، لكن الملك تغير. الملكية مؤسسة، الملكية نظام. يعني انظر مثلا الملكية البريطانية، طبعا هناك فروق بين الملكية السعودية الملكية المغربية والملكية البريطانية، انظر الملكية البريطانية كم لها من السنين، الملكية مثلا السويدية أو الملكية السعودية تجد بهذا استمرارية. كمثال على هذه الاستمرارية وأنه لا يأتي أحد وينقض نقضا كاملا مما قبله، انظر إلى عالم العرب الآن،
تجد أن الاستقرار وإلى درجة كبيرة الازدهار تجده في الملكيات العربية. عندك الملكية السعودية، عندك الإمارات الخليجية، الملكية المغربية، انظر إلى الملكية الأردنية مثلا، الأردن كمثال، بلد يفتقر إلى أدنى مقومات الدولة، إلى أدنى مقومات الموارد البشرية، ومع ذلك تجده أكثر ازدهارا وأكثر استقرارا من بلد مثلا زي سوريا أو العراق. العراق الذي كان في أيام الملكية كان يصدر المنتجات كثيرة، الأرز وغيرها. انظر إلى مصر أيام الملكية والآن ماذا حصل. القضية ليست قضية أنك مع الملكية أو ضد الملكية، هل أنت مع الجمهورية أو مع الملكية، القضية من يحقق الاستقرار أكثر. أنا أعطيك مثال، مثلا أنا كنت في شبابي، يعني خلينا نكون صريحين، كنا مع التيار، كنا ثوريين، وكان الإنسان ينظر إلى الملكية على أنها شيء متخلف، شيء من الرجعية. لكن في النهاية تبين عندما تنضج أو أنك تنضج بفعل التجارب، بفعل مشاهداتك، تجد في نهاية المطاف أن ملكية عبارة عن مؤسسة تضمن لك الاستقرار والازدهار أكثر من أنظمة كلها يأتي أحدهم فيلغي ما قبله ويبدأ من الصفر، والذي تريه يأتي من الصفر حتى نصل إلى نتيجة أن تكون دولة كمصر في بداية القرن العشرين كانت مرشحة لأن تكون من الدول العشر الأوائل في العالم. الآن انظر إلى هذا، إلى الوضع كيف أصبح. أنا بدأت فعلا لما الواحد نضج وأصبح بشكل معين، بدأت أثق بمقولة ابن خلدون أن العرب لا يقوم لهم قائمة ولا يكون لهم الاستقرار إلا بشيئين، إما بملك أو بنبوة. بطبيعة الحال النبوة لا يمكن أن تكون، محمد عليه السلام هو آخر الأنبياء والمرسلين، فإذا لا يبقى إلى الملك. فملكية دستورية مستقرة برأيي أفضل مليون مرة من أي جمهورية غير مستقرة. طيب تعتقد يعني دكتور في السياسة الخارجية السعودية الآن، يعني تلاحظ أنه في ميل الآن إلى آسيا على حساب أمريكا والتحالفات التقليدية القديمة؟ شيء طبيعي. أنا أقول لك دائما منطق الدولة هو الذي يسود، مصلحة الدولة هي التي تفرض نفسها. مرت بنا تجارب، وخاصة مع سقوط صدام حسين، وكما قال الأمير سعود الفيصل عليه رحمة الله، أن الولايات المتحدة فعلا قدمت العراق على طبق من فضة لإيران، ونحن نرى انعكاسات سقوط صدام حسين. نعم سقطت الدكتاتورية أيام صدام حسين، ولكن جاءت الولايات المتحدة بدون أن يكون لديها برنامج وبدون أن يكون لديها مشروع لملء الفراغ. فما الذي حصل؟ قضي على المؤسسات القديمة، قضي على حزب البعث ومؤسساته، قضي على حكومة صدام حسين ونظام صدام حسين، لكن ما هو البديل؟ لم يكن هناك بديل. تعتقد أصبح البديل فراغ. من الذي عبأ هذا الفراغ؟ إيران الملالي، ليست إيران الدولة فقط، إيران الملالي بفكرها الأسطوري الطائفي، فاندلعت الطائفية في المنطقة. هل تعتقد أنه متعمد أمريكياً أنه إزاحة المؤسسات القديمة؟ لا أستطيع أن أقول لك نعم أو لا. إن قلت لك نعم ستقول ما هو الدليل، وإن قلت لك لا برضو ما هو الدليل. لكن من 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 خلال دراستنا، من خلال خبرة معينة، أنا أعتقد أن الولايات المتحدة دائماً قصيرة النظر، يعني في سياستها الخارجية، في اتصالاتها أو في لعبتها الدولية الخارجية دائماً قصيرة النظر، تنظر إلى تحقيق الهدف اليوم، أما بالنسبة للغد فهي لا تحسب له ذاك الحساب الكبير، على عكس مثلا السياسة البريطانية. السياسة الخارجية البريطانية لديها خبرة قرون أو على الأقل عقود، فبالتالي اختلاف. مشكلة السياسة الأمريكية الخارجية الأمريكية أنها تريد النتيجة المباشرة دون أن تفكر فيما وراء النتيجة المباشرة. بس تميل الآراء اللي تقول أنه في أمريكا تريد أن تفرض واقع جديد في المنطقة من حكاية يعني تقسيم وإعادة رسم خريطة جديدة. هذا أنا أعتقد هذا صحيح، وخاصة مع تبني مفهوم الفوضى الخلاقة. كونداليزا رايس أعتقد في عام 2008 بدأ تنفيذ مسألة الفوضى الخلاقة، أنه هذا الشرق الأوسط مصدر مشاكل ولكنه منطقة مهمة سواء بموقعه أو بثرواته، فبالتالي الأنظمة القائمة في ذلك الوقت هي أنظمة غير مقبولة من شعوبها، وفي نفس الوقت
لا نستطيع التحكم بها بشكل كبير بهذا الشكل أو بذاك، والشعوب في النهاية ستقوم ضد أنظمتها، فبالتالي لماذا لا يكون هناك فوضى خلاقة وندفع إلى الواجهة الأنظمة التي تريدها الشعوب، ولكن في نفس الوقت يكون لنا قدرة على السيطرة عليها. تميل الآراء اللي تقول إنه في أمريكا تريد أن تفرض واقع جديد في المنطقة من حكاية يعني تقسيم وإعادة رسم خريطة جديدة. هذا أنا أعتقد هذا صحيح، وخاصة مع تبني مفهوم الفوضى الخلاقة. كونداليزا رايس أعتقد في عام 2008 بدأ تنفيذ مسألة الفوضى الخلاقة، أنه هذا الشرق الأوسط مصدر مشاكل ولكنه منطقة مهمة سواء بموقعه أو بثرواته، فبالتالي الأنظمة القائمة في ذلك الوقت هي أنظمة غير مقبولة من شعوبها، وفي نفس الوقت لا نستطيع التحكم بها بشكل كبير بهذا الشكل أو بذاك، والشعوب في النهاية ستقوم ضد أنظمتها، فبالتالي لماذا لا يكون هناك فوضى خلاقة وندفع إلى الواجهة الأنظمة التي تريدها الشعوب، ولكن في نفس الوقت يكون لنا قدرة على السيطرة عليها. لكن في نهاية المطاف قد يكون هذا التخطيط، قد يكون هذا المنظر المستقبلي عام 2008، ولكن دائما الأمور تفلت. يعني أخطط لشيء، وخاصة زي الولايات المتحدة تخطط لشيء مثلا، ولكن نتيجة النظرة القصيرة ونتيجة عدم حسابها لما هو وراء النتيجة المباشرة تجد أن الأمر يفلت. كمثال على ذلك، يعني مثلا الاتيان بالإخوان المسلمين في مصر بعد مسألة الربيع العربي، ويسمى بالربيع العربي، أتي بهم كأنهم على أساس أنهم مقبولون من الشارع المصري، وفي نفس الوقت لهم علاقات قوية مع الولايات المتحدة، وهذا ثابت، نحن لا نتجنى على أحد، لكن في النهاية فلت العقال، فلت كل شيء بهذا الشكل، وجاءت وسقط مثلا سقط حكم الإخوان بالشارع أيضا، وطبعا كان في هناك انقلاب، ولكن الأساس هو تحرك الشارع. الآن أصبحت الأمور فعلا فوضى، لكن هل هي فوضى خلاقة أم لا؟ لا ندري، لا ندري ما هو هنالك جنين ينمو في أحشاء الشرق الأوسط، ما هو شكل هذا الجنين. التقسيم وارد وهو مخطط له في اتفاقيات سايكس وبيكو عام 1916، قسم الشرق الأوسط أو وجد الشرق الأوسط الذي نعيش فيه، فقسمت المناطق وأسست الدول على أساس النفوذ الاستعماريين. سوريا ولبنان، فرنسية والعراق والأردن، أنشأت هذه الدول، بريطانيا إلى آخره. مع بداية العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين هناك نية لإعادة تشكيل الشرق الأوسط، وأنا باعتقادي على أسس طائفية، يعني يعاد تقسيم الدول على أساس أن يكون هناك دولة سنية ودولة شيعية ودولة درزية ودولة علوية إلى آخر ذلك، تتماهى مع وجود إسرائيل كدولة يهودية. بهذا الشكل تجعل دائما التحفز هو طبيعة العلاقة بين هذه الدول الطائفية، يعني كيانات صغيرة، وهذا التحفز يدفعها إلى الاعتماد على قوى خارجية. اعتماد على قوى خارجية يسهل التحكم والسيطرة. فأنا أعتقد هذا، لكن هل ينجح مثل هذا المخطط؟ هذا يعتمد على وعي شعوبنا، وللأسف وعي شعوبنا في الحضيض. لك عليه. في الحضيض للأسف. يعني تعتقد أنه الربيع العربي لم يكن صدفة يعني في رأيك؟ يعني هل هو ضمن المخطط؟ أن يكون نتيجة مجرد مؤامرة هذا غير صحيح. لكن عدة عوامل من ضمنها ممكن المؤامرة. يعني هنالك طبعاً هنالك الاستياء الشعبي. الاستياء الشعبي من الأحوال الاقتصادية، الأحوال السياسية. هنالك الاستياء الشعبي، هذا موجود، وهنالك المصالح الخارجية. تضافرت هذه الأمور لتنتج لنا الربيع العربي. أما أن أقول أن الربيع العربي مجرد مؤامرة أو مجرد صناعة أجنبية، لا أعتقد أنه عامل واحد يمكن أن يفسر لنا كل شيء. هل هو ربيع فعلاً يعني بعد ما حدث يعني أنت؟ لا والله، أنا أعتقد أنه خريف. حقيقة هو الخريف العربي، وما نشاهده الآن هذه أمطار الشتاء. لكن ما أمطار الشتاء هذه ماذا ستنتج لنا؟
لا ندري. سيأتي الربيع، ولكن هالربيع هذا هل سينبت لنا زهورا أم أشواكا؟ مع أن الأشواك هي الأقرب كما يبدو. طيب الآن يعني دكتور، بعد نتائج الربيع العربي، هل تعتقد أنه الآن المواطن العربي يختار مثل الاستبداد أو الدكتاتورية بديل عن الحرية، أو بديل عن يعني الاستقرار والحرية؟ والله أنا أقول لك، هذه المشكلة التي وضعنا أمامها بشكل بحيث أصبح الآن مع ما يجري في المنطقة، يعني أصبح كأنه المواطن العربي وضع أمام إما أن تختار الاستبداد أو الحرية، بمعنى بدأت الحرية وكأنها تعني الفوضى، فإذا ليس لك إلا الاستبداد. يعني الآن الكثير من المواطنين، الكثير ليس من المواطنين حتى مما كنا نعتبرهم مثقفين، يترحم على أيام صدام حسين، يترحم على أيام القذافي، يترحم على أيام زين العابدين، يترحم على كل هذه الأشياء. يعني أصبح هناك وعي مزيف بشكل أو بآخر. نعم الأوضاع الحالية بائسة وفوضوية وكل شيء، ولكن برضو تلك الأوضاع لم تكن بتلك الجودة. نسبيا قد تكون كأنه أن هذا الراعي أفضل من ذاك الراعي، يعني كان هناك راعيا للغنم، الآن أصبحت الغنم سائبة، يعني هذا. فهذه المشكلة الآن، لكن باستطاعتنا أن نحقق ما يمكن أن يسمى بالمعادلة الصعبة في عالم العرب، ألا وهي الحرية مع الخبز. وهذا ممكن يتحقق يعني بكل سهولة لو كان هنالك خطة طويلة وفعلا إحساس بما يجري. لكن المشكلة لا الأنظمة السياسية إلى حد كبير واعية بالمشكلة، ولا الجماهير البائسة واعية بالمشكلة. الجماهير الآن غارقة في الوهم وتبحث عن لقمة العيش، فأمامها إما استبداد وإما حرية. طبعا سيختارون الاستبداد لا شك في ذلك. يعني تعتقد ثورات الربيع العربي تكون ذات مردود عكسي مستقبلا، أنه بحيث أنه إذا تثبيت الدكتاتورية مرة أخرى وعودة الله؟ شوف، إحنا لا نتكلم بهذا، أفلاطون من قبل تكلم فيها، أفلاطون من أكثر من 2000 سنة تكلم في هذه المشكلة. كانت أفضل الأنظمة عند أفلاطون هي الملكية، ولكن الملكية اللي نسميه الآن هو الملكية الدستورية، أي الملكية المقيدة بالقيد الذهبي. ما هو القيد الذهبي؟ هو القانون اللي هو الدستور. هذه أفضل الأنظمة. أسوأ الأنظمة كانت عند أفلاطون هي الديمقراطية. الديمقراطية كان معناها عند أفلاطون هو الحكم الشعب المنفلت غير المقيد بالقانون. يقول أفلاطون أن هذا هو الأسوأ. وما بين الملكية والديمقراطية هناك أنظمة، من ضمن هذه الأنظمة يأتيك اللي يسميه الأوليغاركية أو حكم الأقلية غير متقيدة بالقانون. ما يقابلها هو حكم الأرستقراط اللي هو القلة المتقيدة بالتقاليد والقانون إلى آخر ذلك. يقول أفلاطون الاستبداد يؤدي إلى بشكل من الأشكال إلى حركة الشارع، حركة الشارع تؤدي إلى الديمقراطية، الديمقراطية في النهاية تؤدي إلى الفوضى، الفوضى تؤدي إلى مجيء الدكتاتور والمستبد. مرة أخرى هذه دورة المستبد سيدفع الجماهير إلى الخروج مرة أخرى، وهكذا نعيش في دوامة. إذن ما هو الحل؟ الحل هو ذاك النظام السياسي المقيد بالقانون فعلا كما قال أفلاطون، ولكن بالإضافة إلى ذلك الذي يعترف بالتعددية الاجتماعية والسياسية. عند وضع هذا الإطار، نظام سياسي مقيد بقانون يعترف بالتعددية الاجتماعية والسياسية ويحرك ويحقق العدل والمساواة أمام القانون، أنا أعتقد لو وجدت هذه المعادلة أنا أعتقد كثير من المشاكل تنتهي في عالم العرب، سواء مشاكل الاستقرار أو مشاكل الازدهار. لكن في العالم العربي تعتقد أن الملكية هي الحل؟ يعني أعتقدنا الملكية هي الحل. شوف الملكية بمعنى ليس بالضرورة أنك شوف، يعني لما يأتيك مثلا النظام الأمريكي الحالي هو في عرف أفلاطون نظام ملكي، هناك رئيس صلاحيات وهناك مقيدة. دستور صلاحياته مقيدة، لا صلاحيات الرئيس مقيدة، هناك مجالس، هناك نظام دستوري. هو بشكل يعني لما كان تكلم أفلاطون عن الملكية يتكلم عن حكم الفرد المتقيد بالقانون، هذا الملكية. فأنا بالنسبة للعالم العربي في الوقت الحاضر، نعم أنا أقول لك إياها بكل بساطة وبكل صراحة، النظام الملكي هو الأفضل. وانظر حولك، يعني انظر حولك، لما جاءت
جاءت الانقلابات التي سميت بثورات إلى ليبيا وإلى مصر وإلى العراق، ماذا فعلت؟ مصر كانت يعني مهيئة لأن تكون من الدول العشر العظمى في العالم. سوريا قبل الانقلابات العسكرية، ليبيا قبل ذلك، يعني العراق كان يمر بلحظات فعلا ديمقراطية وازدهار اقتصادي وإلى آخره. عندما فتحت هذه الأمور وجاءت الجمهوريات العسكرية، جمهوريات الانقلاب، ما الذي حدث؟ انقلاب وراء انقلاب وتصفية وراء تصفية وسعي نحو مصالح لا علاقة لها بالشعوب، وهذا ما حصل. أنا أتذكر بهذه المناسبة نور السعيد اللي كان رئيس وزراء العراق أيام العهد الملكي، كان يوصف بالاستبداد. طبعا لما الآن تقارن استبداد نور السعيد في تلك الأيام باستبداد الآخرين الذين جاءوا بعده وجاءوا نتيجة الثورات ضده، ستقول استبداد نور السعيد الله يرحمه يعني ولا شيء. كان يقال له لماذا أنت مستبد، لماذا أنت يعني ماسك العراق بقبضة من حديد. العراق كان يمر بلحظات فعلا ديمقراطية وازدهار اقتصادي وإلى آخره. عندما فتحت هذه الأمور وجاءت الجمهوريات العسكرية، جمهوريات الانقلاب، ما الذي حدث؟ انقلاب وراء انقلاب وتصفية وراء تصفية وسعي نحو مصالح لا علاقة لها بالشعوب، وهذا ما حصل. أنا أتذكر بهذه المناسبة نور السعيد اللي كان رئيس وزراء العراق أيام العهد الملكي، كان يوصف بالاستبداد. طبعا لما الآن تقارن استبداد نور السعيد في تلك الأيام باستبداد الآخرين الذين جاءوا بعده وجاءوا نتيجة الثورات ضده، ستقول استبداد نور السعيد الله يرحمه يعني ولا شيء. كان يقال له لماذا أنت مستبد، لماذا أنت يعني ماسك العراق بقبضة من حديد. كان يقول العراق وعفوا للتعبير أشبه بالبلاعة وأنا أدوس على غطائها، لو رفعت رجلي عن هذا الغطاء لظهرت كافة أنواع القاذورات. للأسف الواحد يقول هالكلام ولكن هذا ما حدث. الآن قاذورات طائفية قبلية سميها ما تشاء. بس دكتور تفسيرك ازدهار التطرف الإسلامي على أنقاض الربيع العربي يعني تونس وليبيا، يعني مثل تونس مثلا يعني تقاليد ديمقراطية عريقة يعني، بس مع ذلك الآن تسير في هال، لأنها فرضت فرضا، وأي شيء يأتي مع الفرض يصير كذا ممجوج مرفوض. يعني في أحد الأدباء يعني لا ينقل عني كي لا، يعني صراحة أنا منع ناقص تهم وأشياء، في أحد الأدباء الغربيين وش يقول لك الجنة لو جاءت بالفرض لرفضتها، أنا أعمل لها بنفسي. فنتيجة الفرض الإسلاميين لماذا بهذا الشكل؟ بطبيعة الحال شيء طبيعي أن يكون مقبولا من الشارع، يتحدث بلسانهم، يستغل عاطفتهم الدينية ويتحدث بلغة بسيطة. أنا لما أتكلم عن الديمقراطية وأنها تحقق كذا من يسمع؟ بس هذول يعيدونك، يقول لك أنت بس خليك امشي وراي وأنا أوديك الجنة، جنة الدنيا وجنة الآخرة. والجماهير بسيطة، لكن في النهاية لما تجربهم بشكل أو بآخر ستجد أنهم لا يقدمون لا جنة الدنيا ولا نتكلم عن الآخرة، هذه تلك بيد الله سبحانه وتعالى. ولكنهم جنة الدنيا تتحول إلى نوع، خلنا أقول لك إلى نوع كما نراه الآن مطبق في داعش وما أدراك ما داعش بهذا الشكل. طيب سقوط الإخوان في مصر، تعتقد أنه نهاية مشروع الإسلام السياسي في المنطقة أو أنه نهاية الإخوان كحزب سياسي فقط؟ والله التنبؤ صعب، لكن أنا أعتقد أن الإخوان غلطوا غلطة كبيرة وفقدوا تلك الجماهيرية التي كانوا يتمتعون بها قبل سقوط حسني مبارك. يعني على فكرة يعني في مصر بالذات وفي أيام خلت كان الشارع منقسم، إما إخواني وإما شيوعي. طبعا بعد سقوط الشيوعية أصبح المجال مفتوحا للإخوان لأنه يقدم خطابا شعبيا بسيطا، لكن التجربة بعد الثورة
بينت الكثير من عوراتهم، هذا لما أتكلم أنا، ولكنهم أيضا لم يستطيعوا أن يمارسوا اللعبة السياسية كما هي. خطفوا الثورة أولا، للمعلومية هم لم يشاركوا بالثورة إلا في مراحلها الأخيرة، هي ثورة شباب ولكنها خطفت في النهاية. بعد ذلك حاولوا أن يسيطروا على كل مفاصل الدولة وألا يكون هنالك مجال لأي أحد آخر. ألغوا كافة التيارات، ألغوا كافة هذا، وخلال سنة واحدة كانوا يعني لو منحوا أكثر من سنة لممكن كان حصل شيء آخر. هذا أدى إلى ردة فعل، ردة فعل أصحاب الثورة الأصليين اللي هم الشباب، وفي نفس الوقت أدى إلى نوع إلى شيء من الفوضى في الشارع المصري، أدى إلى دخول الجيش. والجيش دائما في التاريخ المصري يعتبر نفسه حامي دولة، فالآن رجعنا إلى أيام الجيش. ما الذي سيجري بعد ذلك؟ صراحة في مثل هذه الظروف لا أستطيع أن أتنبأ، ولا أحد يستطيع أن يتنبأ بالفعل. من كان يتنبأ بالربيع العربي قبل شهرين من ثورة تونس؟ طيب تعتقد أنه الآن يعني مصر سيكون قدرها عسكري كحكم في رأيك؟ حكاية قدرها صعب. أنا أعتقد لو أن مصر استعانت بالنموذج التركي، بنموذج أتاتورك. أتاتورك عندما جاء بعد سقوط الدولة العثمانية وكانت تركيا نفسها ستمزق وتوزع بين اليونان وبين دول أخرى، جاء أتاتورك طبعا وقامت الحركة وحفظ على الدولة التركية. أتاتورك كان ينتمي إلى المؤسسة العسكرية، ولكن أتاتورك على عكس العسكر المصريين الحاليين بصراحة كان يمتلك برنامجا واستراتيجية مستقبلية لبناء دولة حديثة، دولة تقوم على مؤسسات معينة لآخره، وجعل من الجيش حارسا للتجربة بحيث أنه لو اختلت التجربة تدخل الجيش. البعض اعتبر هذا نوع من دكتاتورية العسكر، ولكنها دكتاتورية في النهاية أدت إلى ترسيخ التجربة الديمقراطية التركية. مصر كان مفروض أن تسير على نفس هذا النهج، أن يكون الجيش نعم حارسا للدولة المصرية ولكن راعيا لتجربة جديدة، وهذا ما لم يحصل، أصبح هو الحاكم الفعلي، وهذه غلطة باعتقاد. طيب الحديث عن تركيا دكتور، يعني سر هوس يعني قادة الإسلام السياسي بتركيا العلمانية، يعني ما هو التفسير؟ يعني رغم أنه في نظام تركيا علماني أصيل يعني لا شك، ومع ذلك الآن في غرام بتركيا وتركيا أردوغان وأنها هي الآن حامي حمى الإسلام وأن هي قائدة العالم الإسلامي. خلنا أقول لك شيء، أنا أرجو التجربة التركية الآن، التجربة الإسلامية خلنا أو أنا أفضل الإسلامية أصلا في تركيا في طريقها إلى الانحسار، وأكبر دليل على ذلك الانتخابات الأخيرة. لماذا؟ أردوغان أول ما جاء إلى تركيا كان يعتبر نفسه زعيما تركيا، رئيسا لتركيا، يريد أن يحقق التنمية والازدهار لتركيا، وحقق ذلك فعلا، يعني معدلات النمو الاقتصادي وأشياء أخرى كثيرة حققها أردوغان، هذه لا شك فيها. لماذا؟ لأنه وضع نصب عينيه أنه رئيس تركيا، يريد بناء تركيا. بعد ذلك بدأ يتطلع إلى زعامة تتعدى الحدود التركية، هنا بدأ السقوط. عندما تعتبر نفسك زعيما وتحاول أن تصبح زعيما ويصبح متعلقا بأيديولوجيا معينة، أيديولوجيا دينية دنيوية يعني كما هي، عندما بدأ يخرج خارج الحدود التركية وبدأ يحلم بتلك الأحلام العثمانية الزاهية وإرجاع المجد العثماني وأن يكون هو عثمان أرطغرل الجديد، هنا بدأت التجربة التركية وبدأ الأتراك يرفضون هذه التجربة. فبالتالي أنا أعتقد مؤشر الأول الانتخابات الأخيرة، قد تأتي انتخابات مقبلة إذا استمر هذا النهج التركي لن يكون هنالك معدل ازدهار كبير جدا، طالما أنك خرجت من عباءة الرئيس إلى عباءة الزعيم. الزعامة تقتل الرؤساء. عبد الناصر ما الذي قتله؟ قتله أنه كان يسعى إلى زعامة عربية. صدام حسين ما الذي قتله؟ هذا نفس الشيء. لو القذافي ما الذي قضى عليه؟ هذا الشيء. لو تبقى رئيسا لدولتك تحقق الازدهار، تحقق الحرية، تحقق الحقوق، فأنت بهذا الشكل تجعل من نفسك نموذجا
يحتذى، وبالتالي تخلق الزعامة دون أن تشعر بها. طيب مع هذا الهوس اللي ذكرته عن أردوغان والطموح التركي في حكم المنطقة، تعتقد أنه راح تكون في لحظة صدام أو صراع مع المملكة في التنافس على قيادة العالم الإسلامي، خاصة الإسلام السني تحديدا؟ لا، أنا أقول لك شيء، أنا أول شيء أرجو ألا يحدث ذلك. وبالإضافة إلى ذلك، أردوغان في تركيا هم ليسوا أحرارا يفعلوا ما يشاءون. تركيا كما قلت هي دولة علمانية دستورية تحكمها مؤسسات، فأردوغان ليس مطلق اليد في النهاية. في النهاية سيكبح جناحه إذا وجد أنه مناقض للمصلحة التركية. بالنسبة للمملكة، المملكة نعم هي زعيمة العالم الإسلامي السني حقيقة، نتيجة وجود طبعا الحرمين الشريفين فيها، ولكن في نفس الوقت المملكة دائما لا تسعى لأن تفرض زعامتها بالقوة. هذا واحد. الشيء الثاني، دائما تسعى إلى أن يكون الاستقرار الداخلي هو الأساس، هو الأساس، فبالتالي لا تسعى إلى مغامرات خارجية ولا تسعى إلى إثارة عدوان، اللهم إلا إذا اعتدي عليها. يعني كما قالوا، إحنا دائما نذكر الأمير الراحل سعود الفيصل كان يقولها، يقول نحن لسنا تحت حرب، ولكن إذا فرضت علينا الحرب أو دقت الحرب وطبولها فنحن لها. فهذه المسألة بهذا الشكل أنا باعتقادي. فالمملكة لا تسعى لزعامة، لا تسعى لزعامة، ولكنها بطبيعة وجود الحرمين على أراضيها أصبحت زعيمة، أصبحت تعتبر نفسها راعية للعالم الإسلامي وليس زعيمة له بالمعنى السياسي. بس هل تعتقد أنه ممكن يكون في تحالف سعودي تركي يعني كبح جماح إيران مثلا؟ يعني هل تعتقد في رأيك كخطوة سياسية ممكنة؟ كل شيء ممكن، كل شيء ممكن طبعا. وأنا أعتقد أنه في سبيل مصلحة الدولة في المقام الأول ومصلحة استقرار المنطقة الذي انعكس على استقرار بلدي، أنا أعتقد كل شيء ممكن. فإذا وجدت أن التحالف مع تركيا أو التحالف أو مع أي طرف آخر يستطيع أن يؤدي إلى استقرار المنطقة، لما لا؟ يعني لخصها لك في عالم السياسة، مثلا لخصها تشرشل أيام الحرب العالمية الثانية، هنالك أعداء مع الاتحاد السوفيتي الشيوعي المناقض للرأسمالية البريطانية والأمريكية، فانتقد في ذلك فقال أنا أتحالف مع الشيطان في سبيل بلدي. فإذا تأتي مصلحة بلدي في المقام الأول وبعد ذلك كل شيء جاهز. في حال سقوط أردوغان، تعتقد أنه هذا معناه سقوط للإخوان في العالم العربي بحكم أنه هو المؤيد الأخير لهم الآن؟ تاريخ أنا أقول لك هو سقوط للإسلاموية في تركيا في المقام الأول قبل العالم. المقام الأول خلني أقول لك، الإسلامية بصفتها محاولة للهيمنة أو مشروع الذي يتعدى الدولة الوطنية، يعني سواء كان الأخوان أو بقية التيارات الإسلاموية هدفهم ليس الوطن فقط، ليس الدولة الوطنية فقط، يسعون إلى زعامات، إلى هيمنة بحيث أنها تشمل جميع أرجاء العالم بشكل أو بآخر. يعني انظر إلى أي فصيل إسلامي دائما يتكلم ويضع نصب عينه أو هدفه الأساسي إعادة دولة الخلافة. دولة الخلافة هذا تاريخ وتجربة انتهت، من المستحيل عودة دولة الخلافة، مستحيل عودتها. لا تستطيع أن تجمع لي الماليزي مع السعودي مع المصري وأن تجعل عليهم رجلا واحدا هو الخليفة ومطلق السلطات كمان، هذا أمر مستحيل، أمر مستحيل. ولكنهم لا يتقبلون هذا الأمر ويعيشون على أسطورة الخلافة، أنا أسميها أسطورة لأنها شيء لا يتحقق. في النهاية سيصدمك الواقع، الدولة الوطنية هي الأساس، اجعلها مستقرة ومزدهرة وضامنة للحقوق في هذه الحالة كما قلت سابقا تجعل منها نموذجا. فإذا كل دولة اهتمت بنفسها خلقنا عالما جميلا، أما إذا كل دولة تحاول أن تفرض نموذجها على بقية العالم خلقنا اضطرابا. انظر إلى إيران كمثال، يعني لو بعد الثورة الإيرانية لو الثروات الإيرانية استغلت لبناء إيران مزدهرة إلى آخره لا جعلت من نفسها نموذجا يحتذى، بدل من أن تمد أذرعتها في كل مكان.
بهذا الشكل وتبدد ثروات كثيرة. نعم الآن سيقال طبعا سيقال إيران صنعت الصواريخ والآن تصنع الذرة، لماذا تصنع أي ذرة من الأساس؟ هذه اليابان بعد الحرب تعلمت الدرس، ليس لديها قنبلة ذرية بل ليس لديها جيش تقريبا، ومع ذلك هي ثالث اقتصاد في العالم، مع أن اليابان على فكرة ليس لها شيء من الموارد. الصين نفس الشيء، تعلمت من التجربة. كوريا تعلمت من التجربة. على فكرة في حوالي كما أذكر عام 1960 كوريا الجنوبية أرسلت إلى الرئيس جمال عبد الناصر يطلبون معاونته استشارته في بناء كوريا جديدة. الرئيس عبد الناصر تساءل قال ما معناه يعني إيش كوريا هذه التي جاية؟ تخلف، تخلف ما بعده تخلف. الآن انظر إلى كوريا وانظر إلى مصر، اهتم بشؤونك الداخلية في المقام الأول، اهتم بدولتك الوطنية وأنت تصنع نموذجا يعتذى. الولايات المتحدة كيف بنت نفسها؟ كيف أصبحت نموذجا؟ كرهناها ولا أحببناها؟ كيف بنت نفسها؟ بالعمل الداخلي. كلهم عمل. ألمانيا كيف بنت نفسها؟ ليس بالزعامة، ولكن سقطت ألمانيا عندما كانت هتلرية وسعت إلى الزعامة إلى الريخ الثالث. عندما انتبهت لنفسها واستفادت من التجربة بدأت تبني نفسها، والآن رابع اقتصاد في العالم. استفادوا من تجاربهم. نحن العرب لم نستفد من التجارب، كلما جاءتنا تجربة نكررها وكأننا نستلذ. عصاميين في الجهل يعني. يعني كان عندنا مازوخية، نستمتع بالألم. شيء غريب يعني، شيء غريب يعني. كمثال على ذلك أعطيك ولو إنه مثال بسيط، بس هو يعبر على العقلية العربية. هنالك دعاء تبين أنهم ينشرون الأساطير، ينشرون الشعوذة، كذابين إلى آخر ذلك، ومع ذلك الجماهير عندما يقال أن فلان قد جاء ذهبت خلفه وهم يعلمون أنه يكذب ويخدع. أنه يكذب و... شو القضية عندنا في عقليتنا في شارع العقل العربي فيه لحظة فيه في فيه فيه مشكلة معينة. مشكلتنا ثقافية عقلية في المقام الأول، قبل أن تكون سياسية، قبل أن تكون اقتصادية، وقبل أن تكون أي شيء آخر. يعني تعتقد الوضع في المنطقة الأهم هو بناء الإنسان قبل أنه بناء الأسلحة والبناء العقل والثقافة في المقام الأول. نحن مشكلتنا في مؤسساتنا التعليمية، في أشياء كثيرة، في مؤسسات التنشئة الاجتماعية عندنا، دائما نحقن العقول بكل ما هو لا عقلي. وأوجدنا عداء مع العالم، أوجدنا عداء مع أنفسنا، حتى الفرد منا يمارس شيء ويشعر بالذنب أنه سواه. ليش؟ هذا الشيء من مستلزمات الحياة، في نفس الوقت يقال لي أنه حرام لكني أنا أسويه، إذن أوجد صراع نفسي. هذا عندنا انفصام. نعم، نريد ثقافة وبناء ثقافة تجعلني متصالح مع نفسي أولاً ومع مجتمعي ومع العالم بعد ذلك. مشكلتنا احنا عدائنا في عداء للفرد مع نفسه، في شيزوفرينيا. لأجل ذلك تجد على فكرة أنا كم أرجو أن يكون هناك دراسات نفسية للانتحاريين الذين يكونون مع داعش أو غير داعش، من الشباب الغض مراهقين تقريبا ويفجر نفسه. أريد دراسة نفسية، ما الذي يجعله يفعل ذلك وهو الشاب المقبل على الحياة؟ في كثير من الأحيان أنا درست بعض الشخصيات، لست متخصصا في علم النفس، ولكن الواحد يتأملها بشكل معين، أجد أنه في الكثير منهم عنده صراع في داخله بين ما هو قيل له أنه حشد دماغه أنه حرام، وفي نفس الوقت يرى مظاهر الحياة من حوله التي يجب عليه أن يمارسها بشكل مختلف. يصير عنده صراع، ففي النهاية لا يجد إلا أن يقضي على الذات من أجل الوصول إلى نوع من الراحة. يعني حكاية الحور العين والأشياء هذه قد تكون دافع، ولكنها نوع من البحث عن الراحة، يتخلص من هذه الحياة المتناقضة. هروب من الواقع يعني. هروب لا شك. طيب دور الغرب في المنطقة يا دكتور، هل تعتقد أنه هنالك الآن تحالف مع الإسلام السياسي من بعض الدول الغربية لإعادة تقسيم المنطقة أو فرض واقع مختلف؟ شوف، كل دولة تبحث عن مصلحتها، يعني لا تجي تقول هذه الدولة صديقتي إلى الأبد ولا هؤلاء يبحثون عن مصلحتي.
حتى الدول التي تقول مثلا بالديمقراطية ونشر الديمقراطية لا تسعى إلا إلى مصلحتها مهما حصل مهما حدث. إن وجدت هذه الدول أن من مصلحتها تقسيم المنطقة ستسعى لذلك. مع من تتحالف؟ إن شاء الله الشيطان، إن شاء الله ما تفرق كائنا من كان، طالما أنه يحقق الهدف، طالما أنه يحقق الهدف. من تقسيم المنطقة وارد، وكان موضوعا منذ سقوط صدام حسين، كان الهدف هو تشكيل منطقة الشرق الأوسط من جديد وبناء شرق أوسط جديد. ما هو التهديد الحقيقي للمملكة في رأيك دكتور؟ الآن بالنسبة للمملكة؟ أي نعم المملكة تحديدا يعني. التهديد الحقيقي الآن خلنا أقول لك في عدة أشياء، عدة أشياء، ولكن التهديد الآن هو الجبهة الداخلية. البروباغندا الأمريكية عن الديمقراطية وهذا كله كلام، هي تضع يدها بيد الأقوى، الأمريكان يحترمون القوي. داعش موجودة، وداعش أين وقودها؟ وقودها شبابنا. شبابنا ما الذي يدفعهم إلى داعش؟ الثقافة السائدة. نحتاج إلى خطاب ديني جديد، إلى نوع من تجديد الثقافة الدينية. ضيقت على الشباب، ضيقت على المجتمع، ضيقت على كل شيء، أصبح الحرام هو القاعدة، مع أن الحلال هو القاعدة. يعني تعتقد أنه الآن المملكة هي الدعم اللوجستي مثلا دون أن تعرف فكريا للتنظيم؟ هذا التنظيم استطاع أن يسيطر على إقليمه ويفرض إرادته وأن يحقق نوع من الاستقرار في هذه الرقعة، يعترفون به اليوم قبل غدا. بالابتدائي والمتوسط حكاية سني شيء هذه لا نعرف عنها شيئا، أنا مسلم وبس، يعني نروح نصلي ونصوم وبس. أنا لا أقول إيران خلقت الطائفية، لكن أقول أنها نفخت فيها. كنت مع البعث في تلك الفترة. ليه اختيار البعث يعني؟ هل كيف؟ سبب اختيار البعث يعني؟ في نظرة استعلائية علينا أننا لا نصلح إلا بياذق على رقعة الشطرنج، لكن للأسف ما كان عندنا وعي بذلك.